أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو الاثنين 31 مايو 2021. توقعات مواليد 20 يناير إلى 30 يناير. معتقدك وحماسك اللذان اكتشفتهما حديثا، الوقت الآن جيد للبدء في اكتشاف فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب مثيرة لا تنسى، لكن توخى الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك. إذا حدث ذلك فسوف تواجه الكثير من المهام غير التامة التي قد تصبح التزاما عليك. توقعات مواليد 31 يناير إلى 9 فبراير. إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرا ولا تستطيع الوصول إلى أي قرار، تستطيع الآن رؤية الأشياء في ضوء أوضح. أنت تشعر بالتوازن الكافي الذي يمكنك من حصاد الخير كنتيجة لأي قرار تتخذ. أنت الآن قادر أيضا على رؤية المشكلات من منظور مختلف، وقد تجد حل وسط بقية جميع الأطراف يرضيهم. توقعات مواليد 10 فبراير إلى 18 فبراير. يبدو أن شكوك الأمس قد تبخرت وأنت الآن منشغل بالتقدم للأمام. حاول استخدام هذه الطاقة في البدء في المشروع جديد واتخذ قرارات هامة. بما أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وأنت تشعر بالراحة بالنسبة للأمور في الأمر بالاتجاه الصحيح وأنت تشعر بالراحة بالنسبة للأمور التي تقوم بها، يمكنك الاستمتاع بالنجاح القادم، لكن لا ترتبط بالكثير من المشروعات، وذلك لأن توازنك الداخلي سوف يصبح مهددا وسوف تتعرض لخطر استفاد نفسك.